صباح الخير متابعي قناة مها. شكرا لك. إذن في البداية، كيف تقيمون الوضع الحالي للتكفل بالمرضى النفسيين المشردين في الشوارع؟ في الحقيقة هو موضوع طرحناه احنا كأطقم طبية مسؤولين في قطاع الصحة عدة مرات وعدة سنوات حول خطر هذا المرضى متشردين في شوارع المدن الكبرى. الظاهرة معروفة خاصة في المدن الكبرى الشمالية أن وزارة الصحة تتكفل بهم حقيقة، ولكن بصعوبة خاصة كي يكونوا في حالة هيجان أو يكونوا في حالة عنف أو يكونوا بدون ملابس أو عدة حالات، وبعض للأسف في أغلب الحالات في بما عندهم أمراض مزمنة ولكن ما فيش علاقة مع الأهل، لما يزيد يعقد الامور. وكذلك ما هيش غير ديال الجزائريين، في السنوات الاخيره لاحظنا بعض المهاجرين غير الشرعيين مصابين بامراض عقليه او امراض مزمنه خطيره اللي تيبهم يتسولوا في الشوارع مرميين هكذاك. دونك الملجا الوحيد للسلطات المحليه سواء امن او الحمايه المدنيه هو نقلهم الى المستشفيات. اما اذا كان المستشفى ما عندوش الاختصاصات تاع الامراض العقليه ما ينجمش يتكفل بهم، ويلجؤوا الى مصالح الامراض العقليه المختصه. ولكن للاسف ان مصالح الامراض العقليه تتكفل كذلك في الاستعجالات الطبيه العقليه، فيه نقص فادح في الاسره، وفزاد ازم الامور في السنوات الاخيره، وهنا هجرت الاطباء المختصين في الامراض العقليه نحو الخارج، مما خلانا السنوات الاخيره رغم ان الحاح الاساتذه تاع الامراض العقليه في مزيد من المساعده، المزيد من باش يكون عندنا اطباء مختصين في الامراض العقليه، رانا نعاني معاناه كبيره ليسها. طيب، لما مثلا على مستوى مستشفى مصطفى باشا، لما يجيكم مثلا مريض نفسي، كيف يتم التكفل به؟ اولا ماهوش الى مريض نفسي باش نعرفوا الامور، هو شخص مصاب بمرض عقلي مع حاله هيجان سواء على نفسه ولا يقوم بتحطيم املاك الغير او لاعتداء جسدي. انا كطبيب شرعي عمرنا درت عمليه تشريح والناس مواطنين كانوا عرضه لاعتداء قاتل من طرف بعض هذه الاشخاص اللي راهم في حاله مش مسؤولين على واش راهم يديروا، لكن باش نحموا المواطنين ضد هذه التصرفات اللي تشكل حقيقه خطر على الصحه الانسان وصحه الافراد وصحه العائله والمجتمع، لازم ننظموا روحنا. لانه واش علي دوك وزاره الداخليه تقوم باجراءات قانونيه وكذا، ولكن في الميدان حقيقه ماهوش انك تمدي التسخيره الى قطاع الصحه باش نتكفلوا به، وحنا ما عندناش وسائل كبيره باش نجموا نتكفلوا بالعدد الهائل. يعني هناك نقص في الهياكل والموارد. كل القطاعات تعاون حتى وزاره الشؤون الدينيه. انا نعطيك مثال، زمان كان كذلك باش ما يكونش خلط، كان المتشردين اللي ما عندهمش امراض عقليه. نعم. اللي يمتهنوا مهنه التسول. وشوفيهم في المدن الكبرى في المناطق اللي فيه تجاره كبيره فيه زحمه. وين يحترفوا مهنه الاخر ترجع، حتى شفنا بعض الحالات حتى عائلات يقوموا يقعدوا في مداخل المستشفيات الجامعيه الكبرى باطفال برضع يقوموا بهذه العمليه هما في حاله تشرد بدون مأوى. لازم ننظموا روحنا للجمعيات، ورغم الجمعيات هذوما الاف تاع الجمعيات لازم يساعدونا، لان الشخص المتشرد بحاجه الى ثلاث حاجات: ماء ويبات فيه، ينسوب كما يقولوا ياكل وينظف روحه. لازم الانسانيه تدخل في الامور. قطاع الصحه وحده ما نجموش، يعني نقول لك نعطيك لو كان جيتو في السجلات اللي عندنا في مستشفى مصطفى باشا في ظاهره التكفل هذوما المتشردين او المتشردين المصابين بالامراض العقليه ما نتعاملوا بها يوميا. نقول لك في مستشفى مصطفى باشا شخصيا اتصلنا مع مصالح الامن باش نصيبوا حل هاد المتشردين اللي باتوا في المستشفيات بعدد بالعشرات بداخل المستشفيات في الحدائق المستشفيات في اماكن المستشفيات، امور غير مقبوله وغير معقوله.
في الختام بروفيسور بالحاج، هل هناك مبادرات أو بروتوكولات علاجية وطبية جديدة تم تفعيلها لضمان إدماج هؤلاء المرضى في المسار العلاجي الصحيح؟ احنا كما قلت كانت فيه عدة شحال مرات تكون فيه عدة حملات، ولكن للأسف هذه الحملات ما تدومش في الوقت. لأنه علاش؟ احنا بعض الحالات يدوهم إلى دار العجزة، فيه خلط ما بين دار العجزة ودار التكفل. المصالح الاستشفائيه في الامراض العقليه، انا قلت لك السر في مجال الاستعجال قليله جدا. اما المصالح المختصه اللي عندهم بايزو نعطيك ولايه الجزائر، ما عندناش نبعثوا المرضى هذوما كي سون طونجون نبعثوهم البليده بالتسخيره تاع الوالي ولا التسخيره تاع وكيل الجمهوريه ولا مصالح ولا مصالح الامن. نبعثوا هاد المرضى الى البليده سوفون كومبلي ونقعدوا حاصلين هكذاك. لازم في ولايه الجزائر كمدينه كبيره لازم تنشا مصلحه او مستشفى اللي فيه كل اللوازم، واش نديروا باتيمون للناس هذو، لازم معشار لازم وسائل ترفيهيه باش نتكفلوا بهم من كل النواحي. كيفاش في الجزائر العاصمه ما عندناش مستشفى اللي ينجم يخلينا في حاله الاستعجال هذا الناس اللي عندهم امراض عقليه ويشكلوا خطر ولا ارتكبوا جريمه، لازم ندوهم حتى البليده وسوفون بليده الله غالب عليهم. كذلك البليده تاخذ خمس ولايات مجاوره، في اشكال كبير في تنظيم الزاميه انشاء مراكز جديده باش احنا نخدموا في سياحيه الصحه وزاره الداخليه وزاره العدل وكل جهات اخرى. وهنا دور المجتمع المدني ودور الجمعيات باش نساعدوا ونحاربوا كذلك ظاهره التسول. التسول في المستشفيات في المناطق العموميه لازم نصيبوا ميكانيزمات باش ما نخلوش هذاك المتشرد يلحق الى منطقه مرحله يكون يشكل خطر بالاضطرابات العصبيه. زيد عن ذلك ظاهره اخرى كذلك للاسف هي ظاهره استعمال المخدرات من طرف هاد المتسولين والمتشردين. نعم، إذا بروفيسور رشيد بالحاج مدير الأنشطة الطبية وشبه الطبية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، شكرا لك على هذا التدخل وكل هذه التفاصيل. مشاهدينا بهذا نصل لختام هذا الموعد، شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة، في رعاية الله.